الحديث عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري حديث مستمر، إن هذه المبادرة الحقيقة عملت نقلة حقيقية للناس في القرى اللي أصبح فيها دلوقتي كل المشروعات التنموية والخدمية للناس دي اتحرمت منها لسنين كتير. بمنتهى البساطة هذه المبادرة من اسمها هي توفر حياة كريمة لأهالينا في الريف المصري، خاصة وإنه المرحلة الأولى قربت إنها تخلص، ومن المفترض إن كل المشاريع دي تكون خلصت تماما على آخر السنة دي. المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت في إحداث تغيير جذري في شكل العديد من قرى مصر خلال عام ونصف فقط منذ بداية الإعلان عن المبادرة. المرحلة الأولى منها وصل معدل الإنجاز فيها 95%، وسيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري. المبادرة تعمل على تنفيذ المشاريع وفقاً لرؤية واحتياجات المواطن، وتعتبر على رأس أجندة الدولة المصرية وفي مقدمة أجندة وأولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنها تخدم 60 مليون مواطن في القرى والمراكز التي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية. حياة كريمة ماشية؟ اللي هم المرحلة الأولى، ولكن المرحلة الأولى هتمتد معنا لآخر السنة، وأنا بحب أقول دايماً للناس بكل شفافية، لأن احنا يعني كنا هدفنا وأملنا إن احنا نخلص في شهر 6-7 اللي فات، ولكن مش عشان تمويل، لأن احنا حطينا التمويل وقلنا إن احنا هنحافظ عليه، ولكن لأن سلاسل التوريد كان لها تأثير في كتير من الحاجات اللي بنجيبها. يعني لما بنعمل محطات معالجة، لما بنعمل أشغال بتحتاج بعض المنتجات كان بيتم إن احنا بنجيبها من الخارج، أو مستلزماتها بتيجي من الخارج، فقلنا هنستحمل 6 شهور دول وإن شاء الله نكمل. لكن حياة كريمة برضو عشان السؤال، إحنا إن شاء الله مستمرين فيها، لأن هي في النهاية إحنا بنستهدف حياة 60 مليون، ولو ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيها هيبقى حاجة كبيرة قوي جميلة عملناها لبلدنا، وإحنا شغالين زي ما إحنا، إحنا شغالين في البلد زي ما إحنا، يمكن بنحاول لحد ما نحوكم إجراءاتنا عشان نجابه الظروف اللي موجودة ديت في مستلزمات إنتاج أو في مشتقات بترولية زادت قيمتها أو كلام من هذا القبيل، فإحنا بنحاول نعمل ده. الوعي بتبني بأدوات كتير، أدوات المجتمع بيعملها وأدوات الإنسان يعملها. المجتمع يعمل إيه؟ عندك الإعلام. المجتمع يعمل إيه؟ عندك التعليم. المجتمع يعمل إيه؟ عندك دور العبادة سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو حتى يهودية. عندك الأسرة، يعني الأسرة، المجتمع، الإعلام، وعندك الدين. العناصر دول هم اللي بيبنوا الشخصية أو بيساهموا في بناء الشخصية كحاضنة كبيرة. طيب لو حصل أي خلل في عنصر أو عنصرين منهم يبقى ليه انعكاس على الشخصية اللي بنتكلم عليها هنا. والوعي بناء بيتشارك فيه الكل، مش حد لوحده، لكن أنتم لديكم الفرصة إن أنتم تعملوا الدور ده في وحداتكم يعني. وتسعى المبادرة لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالي الريف وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق. كذلك تهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وتتضمن شقاً للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وصرف أجهزة تعويضية، كما أن المبادرة قامت بعمل حوارات مجتمعية مع أهالي قرى مصر لتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطن وتلبية مطالبه. حياة كريمة حسستني أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبداً. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاق كبير. احنا بجينا بني ادمين وحياة اي حياة كريمة. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. اشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني انه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، اوضتين وصالة. مقبرة انا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر. ووحدت هذه المبادرة جهود كل من الحكومة والمجتمع المدني لرفع مستوى الحياة في هذه القرى إلى جانب تحسين ظروفها المعيشية.
كما تتطابق العديد من أهداف المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تركز بشكل أساسي على التخفيف من حدة الفقر وتوفير الصحة والتعليم الجيدين، فضلاً عن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ورفع مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري.